من الكلام عن المنطقة التنين، احنا كنا عايزين بس رحلة أمنية لفوق. احنا كنا اتكلمنا عن الدايركشن والمناخ المثالي ونقلل الدكتور كمان مع بعض، واتكلمنا على different approaches وبنيناها وحلينا عليها. من أول حاجات اللي احنا بدأنا نبعتها الإلكترونيك أو باوربوينت باسبورتشيك، كان أول topic بعد الجزء الأولاني ده decision making، breakfast بتاعته بالستابس أمنية بالبروبلمز وأمنية بالسيشن اللي كنت بعملها. النهاردة أنا اخترت معانا توبيك جديد ومهم، مهم في كل التخصصات بتاعتنا: ماركتنج، اتش ار، فاينانس، اوبريشن، برودكشن مانجمنت. ايه، عايزين نتكلم النهاردة عن الكواليتي مانجمنت. الكواليتي مانجمنت كونسيبت مهم جدا دلوقتي في مصر وفي العالم كله، لكل اورجنايزيشن ناشونال ومالتي ناشونال، لكل حتى الناس من بيزنس وميديا ومنش كومبريشن. يعني الكونسيبت مهم جدا فعلا. عايزين النهارده نعمل ديسكشن كده بسيطة، ايه هي الكواليتي، ايه هي الكواليتي مانجمنت، ايه هي التي تي ام او التوتال كواليتي مانجمنت، ايه التكنيكس دلوقتي الحديثة اللي موجودة في الكواليتي، ازاي فعلا يبدأ البيزنس او الاورجنايزيشن يوصل لدرجة من التيفي ديفكت او تقريبا معدل الايرور او معدل المعيب عنده يبقى فعلا صفر، ويكون كل المنتجات بتاعته فعلا خارجة ليفل عالي جدا من الجودة. زي ما قلنا الكلام الأول إن الكاستمر دلوقتي هو العميل بقى فيري سمارت، بقى عايز الباكج بتاعته أحسن حاجة، عايز أحسن كوست، عايز أحسن كواليتي، عايز أحسن أفتر سيل سيرفيس، عايز كل الباكج ليها أعلى حاجة. وفي الكومبيتيشن أو المنافسة العالية جدا دلوقتي، كل أورجنايزيشن في البيزنس بيحاول إن هو يوصل لبيست أو بيت إكسلنس. فطبعا مفيش أي أورجنايزيشن دلوقتي حتى لو يعني لسه في مرحلة الستارت اب او لسه سمول بزنس مش بيكونسيدر الكونسيبت بتاع الكواليتي والكواليتي مانجمنت وبيطبقه، وازاي يحاول يحصل على شهادات الجودة تدعم البيزنس بتاعه وتخلي ليه رانكين اقوى بين الكومبيتيتور اللي في الماركت. حتى الشهادات اللي هي البسيطة في البداية زي شهادة الايزو اللي موجودة عندنا في الكواليتي. وطبعا كونسيبت الكواليتي مانجمنت كده مهم جدا في العالم. لو عايزين نحط definition for quality، quality يعني كتير as a concept. لو فتحنا articles في التكاليف كتير جدا هنلاقي definitions مختلفة وتعريفات مختلفة كتيرة جدا لل quality. طب ال quality معنى بسيط جدا هو ايه؟ او بتهدف ايه؟ احنا بنتكلم من ناحية ال customer، انت كده محتاج كل بيزنس يعامل ال customer بتوعه او كل حاجة يتكلموا في مود ال customer. يعني كل بيزنس لازم يحافظ على كل كاستمر عنده، يعني كل كاستمر كأنه ده الكاستمر الوحيد اللي في البيزنس. كده يبدأ يعملوا جود ريليشن ويبني معاه لونج تيرم ريليشن شيب، يحاول يقدم له أحسن حاجة وأحسن كواليتي ينجح. طب الكواليتي كده دلوقتي قلت إن الكاستمر بيدور على أحسن حاجة، فبالنسبة لي أنا ككاستمر اخترت فينا ألاقي إيه؟ أنا قبل ما أشتري أي برودكت أو سيرفيس زي ما قلنا أنا ببدأ أعمل سيرش بدور واعمل ايفالويت وقارن واعمل سيرش واخش على النت وابدا اسال الناس اللي اشتروا البراند ده او اتعاملوا مع البرودكت او السيرفيس ده ايه احسن حاجه في المشكله قبل. ومن اجمالي كل الحاجات دي والمعلومات ببدا انا بقى از كاستمر او اند يوزر ببني اكسبكتيشن معينه ان انا قررت اختار براند اكس هشتريه او اتعامل معاه البرودكت او السيرفيس. يبقى اكوردنج للسيرش انفورميشن اللي جمعتها من كل السورسز اللي قلناها ببدا احط 1 2 3 ما المفروض الاقيه في البراند ده اقارن من كل سيرش منها. دي بالنسبه لي اسمها اكسبكتيشن او توقعات. فعشان يبقى البرودكت ده بالنسبه لي فعلا هاي كواليتي او كواليتي ده بتاعته معقوله، لازم على الاقل ايه يميت الاكسبكتيشن او الاقي في التوقعات بتاعتي اللي انا وصلتها. طب لو البرودكت كمان عدى الاكسبكتيشن او كان above الاكسبكتيشن طبعا بيرفكت، والبيزنس هنا سمارت جدا انه قدر يحقق كل توقعات العميل بتاعه بلس انه بدا يزود كمان على التوقعات، وبالتالي هضمن ان الكاستمر خارج من عندي ساتسفايد عنده البوستر اكسبيرينس. الورد اوف ماوث بتاعته على البرودكت ده هتبقى بوستر، هيبدا ينشر هو نفسه وهيبقى يعمل ماركتنج للبرودكت بتاعه. لو اثر كاستمرز او حد من صحابه قريبه خد رايه والريكومنديشن بتاعته على البرودكت او البراند ده يبدا يدي اكسبيرينس بوزيتيف بوست وورد اوف ماوث، يبدا يقنع ناس تانية ان هي تشتري وتتعامل مع البرودكت. طبعا لما البيزنس بقى بيقدم كواليتي لو اكسبكتيشن ده طبعا سمثينج نيجاتيف،
زي ما احنا كنا اتكلمنا ان النيجاتيف كاسمر عنده نيجاتيف انرجي وعايز يوصل رأي النيجاتيف ده لأكبر قدر وأكبر كم من العملاء الآخرين، بيبدأ دايما يتكلم نيجاتيف وورد أوف ماوس على البراند أو الجودة ده. طبعا دلوقتي يوزنج الإنترنت والتكنولوجي والإلكترونيك وورد أوف ماوس، بدل ما يوصل لعدد بسيط أو يقدر ناس حواليه أو قرايبه وأصحابه، يبدأ ينشر على البيجز والصفحات السوشيال ميديا النيجاتيف اكسبيرينس بتاعته على الجودة. ساعتها طبعا هيبقى التأثير على الإيمج وعلى الريبيتيشن وعلى سمعة الشركة، إن هي صعب تعمل كنترول في الوقت ده خالص، إن النيجاتيف إيمج دي أو النيجاتيف وورد أوف ماوس وصلت لكاستمر تانيين كتير. وممكن تكون الكاستمر دول أوريدي كانوا مقررين إن هم يشتروا البراند ده، وطبعا هيبدأوا يراجعوا نفسهم تاني، يعملوا سيرش تاني ويشوفوا أذر كومبيتيتور أو سبيسيفيك برودكت. وانس إن هم لقوا فيه نيجاتيف إكسبيرينس كتير على البراند ده من آراء عملاء آخرين. طيب أنا من السامبل ديفينيشن في الكواليتي، يعني كل السامبل ديفينيشن تو ميت كاستمر اكسبكتيشن. أما بقى تعمقنا في تعريفات، يعني دلوقتي هتلاقي تعريفات كتير جدا في كتب وأرتكلز ومراجع مختلفة. طب هنا one of the definition of quality ممكن نتكلم عليه، هنا تتعلق بـ features and characteristics of food or service that appears or its ability to satisfy state or advice. يبقى هي دي engineering، الكاركترستكس والخصائص بتاع منتج او خدمه معينه، ان هما كان عندهم القدره او الابيليتي ان هما يعملوا ساتسفاكشن للنيدز او الاحتياجات العميل او الاكسبكتيشنز بتاعته زي ما هو. طب دلوقتي كمان في كونسيبت مهم جدا عندنا في الكواليتي او حاجه مهمه جدا في الكواليتي اسمها كوست اوف كواليتي او تكلفه الجوده. ايه حوار الكوست اوف كواليتي وايه انواعه؟ وزي لما بركز على انواع معينه من الكوست اوف كواليتي بحمي نفسي ان انا اوصل لل نوع الأصعب من الكوست كواليتي والإكسترنال كوست كواليتي. ونقول إزاي؟ عرفت كده أربع أنواع رئيسيين من الكوست كواليتي. أول حاجة فيهم هي الأبريزل كوست. الأبريزل كوست ده إيفالويتنج للبرودكت سبورت أند سيرفيس، يعني إيه؟ يعني أوريدي عشان أبدأ عملية زي ما قلت كده البروسيسنج أو ترانسفورميشن أو برودكشن بتاع الجودز أو السيرفيس، بيبقى في الأول عندي الحقوق جاست إيه؟ إنبوتس أو مدخلات. طيب انت كده دلوقتي ان انت اوريدي بدل ما تدخل اي انبوت يكون فيها ديبليشن او ايرور او مش اكوردنج للستاندرد اللي انت شغال عليها، ان انت اوريدي تعمل ابريزل لكل الانبوت دي. خلاص ان انت استلمت من السبلاي او المورد بتاعك، هتبدا تراجع على كل الايتمز وكل البارتس وكل الحاجات قبل ما تخش على البروسيسنج سيستم، كده تضمن ان كل حاجات عندك داخله سليم. طيب في كمان البريفنشن كوست. بريفنشن يعني بحاول امنع، زي ما كده عارفين الكونسيبت بيقول الوقايه خير من العلاج، فانا بحاول ايه ارجوز بالبوتنشال فور ديفكت. هراجع حتى لما ابدا البرودكشن او البرودكشن سايكل بتاعتي، ممكن اوقف عند الستيجز المختلفه او المراحل المختلفه واخد راندوم سامبل او عينه عشوائيه وابدا اعمل تيست او تشيك عليها، هل فعلا هي كونفيرم الستاندرد او فعلا العينه دي تمثل اختبارات الجوده بتاعتي او الحد الادنى من الجوده او من المعيب عندي ولا لا. فكل ما ركز على الابيزر بريفنشن كوست ادي ليهم كوست اكتر واصرف عليهم اكتر. فزي ما قلنا كل ما بركز على الابيزر بريفنشن كوست وبصرف عليهم اكتر، كل ما اوريدي همنع الخطا من هو يحصل. فكل ما تركز عليهم هراجع كل المدخلات بتاعتي، هحاول اعمل الكل من الاخطاء او الديفكت او المعيب او الايرور، كل ما هضمن الدنيا ماشيه صح. طب ايه تاني من انواع الكوست موجود عندي بعد الابريزل بريفنشن؟ او قطع عدى عندي او حاجه ديفكت من الابريزل بريفنشن، بتصير حاجه عندي اسمها انترنال فيل، هنا الكوست بتاعتها اعلى شويه. ليه؟ لان البرودكت اوريدي دخل عمليه البرودكشن او دخل البرودكشن سيستم او مراحل الانتاج وعدى عليها كلها وطلع ذا فاينل برودكت او فاينل اوتبوت، فخلاص هنا الانترنال فيلير الانبوتس او المدخلات اتحولت لاوتبوت او خروجات، فظهر عندي الفاينل برودكت. طبعا ممكن ان هو عدى على كل الستيجز او المراحل، فبالتالي هنا الكوست بتاعته عدت. بس الانترنال فيلير معناه ان وصلت الفاينل برودكت، بس الفاينل برودكت في ايه؟ في ديفكتيف او في ليفل من الاخطاء او الديفيجن او المعنى. البوينت ان الكوست بتاعته عليت، لكن هو ستيل انترنالي عندي ان كنترول، لسه جوه البيزنس او الاورجنايزيشن اقدر اتحكم فيه واقدر
اعمله سكراب او اعدل فيه عشان ما يخرجش بره الاورجنايزيشن او بره الفاكتوري ووركس بلان. طيب لو ستيل البيزنس بقى بروبلم كبيره وعدى مني ديفيجن او ايرور من الابريزل والبريفنشن والانترنال فيلير، للاسف البيزنس هيوصل لمرحله الاكسترنال فيلير كوست. الاكسترنال فيلير كوست ان في ديفكتيف برودكت او بورتس بس للاسف وصلوا للماركت وصلوا بيت الكاستمر او وصلوا للعميل. فطبعا دي اسوأ انواع الكوست لان الكنترول عليها صعب جدا، لان عدى مني الايرور او ديفيجن ده في الابريزل في البريفنشن في الانترنال، وللاسف بقى الاكسترنال كوست، فبالتالي ممكن يؤثر زي ما اتكلمنا من شويه على الايمج على الريبيتيشن. نيجاتيف وورد اوف ماوس منتشره دلوقتي بشكل سريع جدا، فمش هيقدر البيزنس للاسف يعمل كنترول على الموضوع ده، فبالتالي البيزنس يحاول يدي فاندنج اكتر او كوست اكتر للابريزل بريفنشن عشان يحاول ان هو ينقص الانترنال اكسترنال كارير كوست. ده هنا فيجر بيشرح لي بقى انواع الكوست الاربعه، وخصوصا الابريزل كوست قليله، بعديها البريفنشن بتكون اعلى شويه، وبعد كده بنبدا ندخل في الانترنال كارير هنشوف ان احنا الكوست بتاعتها عاليه جدا. واعلى انواع الكوست اللي موجوده عندي هي الاكسترنال كارير، بتبقى كوست عاليه جدا لان خلاص الحوار خرج من ايد الاورجنايزيشن او البيزنس، وصل للاسف للكاستمر، فالكنترول عليه بيبقى صعب جدا. طيب زي ما كده اتكلمنا على الكواليتي والديفينيشن كونسبت بتاعها، العالم كله دلوقتي بيتكلم على كونسبت مختلف اسمه تي كيو ام او توتال كواليتي مانجمنت. هي توتال كواليتي مانجمنت ازاي ممكن نتعامل فيها او نطبقها في بيزنس اورجنايزيشن. المهم في التوتال كواليتي مانجمنت ان هو التارجت بتاعه او الجول مش جاست كواليتي في الفاينل برودكت او الاوتبوت برودكت او سيرفيس، انا عايز السايكل كلها او البروسيس كلها تبقى هاي كواليتي، الانجليزي بتوعي هاي كواليتي، الرو ماتيريال هاي كواليتي، التكنيكس اللي انا شغال عليه هاي كواليتي، الاسيتس والاكويبمنت هاي كواليتي، البيلدينج نفسه وكل حاجه تخص البيزنس هاي كواليتي. انا عايز ادخل الكواليتي مش جاست ات فاينل اوتبوت، انا عايز الكواليتي جوه الكالتشر بتاع البيزنس، جوه الاتيتيود بتاع المانجر وبتاع الفوكر. التوتال كواليتي مانجمنت كونسبت بيركز ان الكواليتي كلها تبقى موجوده فروم اي تو زي، يعني بمعنى ادق فروم سبلاير تو كاستمر، كل مراحل من اول المورد بتاعي حتى العميل كلها تتميز بجوده عاليه. الكواليتي هنا او التوتال كواليتي مانجمنت زي ما قلت انكونسس انتاير اورجنايزيشن فروم سبلاير تو كاستمر، يعني كل السايكل من اول المورد وحتى العميل النهائي بتبقى بتاعي. طب ايه الديفينيشن للتي كي ام؟ قال لي بتعمل ستريس كوميتمنت باي مانجمنت اللي هي التزام بدوره الغالي تو هاف كونتينيو كام من واي تراي تورك اكسلنس، عايز احسن كل التفاصيل بتاعي الجوده عندي. ان اول افرت برودكت اور سيرفيس ار امبورتنت تو كاستمر، كل المواحي الخاصة بالمنتجات والخدمات اللي مهمة فعلا للعميل وهتحقق أو هتزيد على الـ expectation بتاع الـ كاستمر. لو بيزنس فعلا interested في الـ concept بتاع الـ TCM و Total Quality Management عايز يطبق الـ concept ده، إيه المراحل أو الخطوات اللي ممكن يعدي عليها وتوصل الـ concept management؟ الـ Total Quality Management نفسها عبارة عن a group of 7 concepts تبع حاجات مختلفة، هما اللي بيساعدوا الأورجنايزيشن أو الشركات تطبق التوتال كواليتي. ده جزء مهم جدا في التوتال كواليتي مانجمنت، عايزين نشوف ايه هما السيفن كونسبت أو السيفن برانسبلز أو تي كي إم، كل واحدة ايه معناها أو التارجت أو الأوبجيكتيف بتاعها، وازاي ممكن أطبقها في الـ different types of business. أول حاجة في السيفن كونسبت أو تي كي إم هي الـ continuous improvement أو التحسين المستمر. ده كونسبت مهم جدا في التوتال كواليتي مانجمنت، عايز اوضح لي ان مفيش حاجه اسمها ذا اوبتيمال او ذا بيست، مفيش حاجه انا اسمها وصلت للبيست كواليتي وممكن استفيد بهذا الكواليتي. لا، كونتينيوس امبروفمنت يعني كل شويه في تكنولوجي جديده، في احتياجات جديده من الكاستمر، في تطوير ممكن يحصل، في تحسين في الجوده ممكن تحصله، فهي بتعمل ان دايما في عمليه تحسين مستمر. ومن التكنيكس المشهوره فيها حاجه خاصه بصناعه اسمها تشارت سايكل او بي دي سي اي او من بنسميها بيتزا سايكل، Stand for Plan Do Check Act. معلش راح اسكت دي لما نيجي نتكلم بالتفصيل عن الـ Continuous Improvement. تاني حاجة عندنا أو تاني تكنيك في الـ Total Quality Management هي 6C. طبعا في كتير مننا سمع عليها كونسبت 6C.
سيكس سيجما لو اتطبق صح في الاورجنايزيشنز او في البيزنس ممكن يوصلني فعلا للناس بتدور اللي هو زيرو ديفكت او حتى المعيب عندي بيبقى صفر. طبعا سيكس سيجما كانت بتتطور بكام ستارتنج از ستاتستيكال تكنيك فروم 1 سيجما 2 سيجما 3 4 5 لغايه ما وصلنا سيكس سيجما وكان معدل الديفكت ريت بتاعه قليل جدا في الفحص. طب سيكس سيجما بتتحسب ازاي؟ بتتحسب بير مليون يونت او مير بليون اوتبوت. يعني حضرتك لو المصنع او البيزنس بتاعك بيطلع مثلا مليون وحده في نفترض في الشهر، ايه معدل الديفكت ريت لو حضرتك فعلا طبقت الكونسيبت بتاع سيكس سيجما؟ الماكسيمم ديفكت ريت عندك 3.4 يونت بير مليون، يعني ماكسيمم 3 او 4 يونت 3 او 4 وحدات هما اللي فيهم عيب من كل مليون واحد. طبعا الكونسيبت لو بدأ بوان سيجما كان الديفكت ريت عالي جدا، كان بيبقى مور ذان 50%. الحوار بدأ يتطور ويطول لغاية ما وصلنا 3 سيجما، و 3 سيجما كان وصل برضه لمعدل الديفكت ريت كان كويس جدا، كان طبعا لسه ستيل عالي شوية، كان 2700 بير مليون، بير مليون كان يعتبر برضه معقول. لغاية ما وصلنا دلوقتي الكونسيبت 6 سيجما اللي هي 3.4 ديفكت بير مليون. صار في العالم دلوقتي كونسيبت كمان بقى اسمه 9 سيجما، تقريبا بيتكلم على خلاص دي ديفكت، يعني مفيش حتى اوبشن ان يبقى عندي 1 يونت فيها ديفكت ريت. وقلنا طبعا الكونسيبت ده مهم جدا لان في بعض سنسيتيف اندستريز او صناعات مهمه جدا مفيش فيها اوبشن او probability ان يبقى عندي 1 يونت فيها ديفكت، زي مثلا فارماسيوتيكال سيكتور مفيش اوبشن ان انا اطلع يعني just one product هتاثر على الكاستمر وعلى الايمج بتاع البيزنس على طول. طيب تالت حاجة عندنا الـ Ambient Environment. الـ Ambient Environment concept مهم جدا في الـ Management عامة وفي الـ Quality خاصة، يعني إن محتاج عشان تبقى قلت كده أطبق الـ Quality أو TQM from A to Z from Supplier to Customer، فمش just هنا الـ Top Manager بس هو الـ Involved في الـ Quality concept، لأ ده كل الـ Managerial Levels هتبقى involved معايا في الـ Quality concept even أصغر الموظفين عندي، يعني هم أكتر ناس related to the operation وإيه اللي بيحصل في المشكلة بقى. The environment is concept عامة عايزة دي more authority more involvement لل employees عندي في أي business، إن هم يقدروا يدخلوا يتطوروا يعدلوا في البيزنس يدوا آرائهم والاقتراحات بتاعتهم لل different managerial level عشان يطوروا في أي operation. من الـ techniques هنا الـ most common في الـ environment في الـ quality حاجة اسمها quality circuits. quality circuits كل الـ workers اللي عندي بيتقابلوا بشكل بيجري ويبدأ يناقشوا كل البروبلمز الخاصة بالأوبريشن عندهم والخاصة بالكواليتي، يعرضوا المشاكل المهمة على المانجر ويقولها عن سبب الحل. طيب رابع كونسبت عندنا كونسبت كول بنش ماركينج أو الكويس المقارن أو الكويس الماركينج. مين في البنش مارك؟ إن أنا بعمل بنش مارك أو بعمل كومباريزن للبيست براكتس اللي موجودة في الماركت أو البيست براكتس الموجودة. ليه؟ قبل ما أعمل بس من ماي تايم وأبدأ حاجة فروم سكراتش أو من زيرو أو أبدأ من الصفر من الأول خالص، لا أوريدي في تجارب موجودة كتير وناجحة وحاجات مشهورة وبيست براكتس كل المجال. طب ليه ما استفدتش من الكلام ده كله وأبدأ أعمل كومباريزن للكيس بتاعتي مع أحسن البنش ماركينج اللي موجود في إندستري أو فيلد معينة، وأبدأ أدور كده من حيث انتهى الآخرين أشوف كل الحاجات الناجحة أو البيست براكتس دي وصلت لإيه، أستفيد من التجارب دي وأطبقها على طول وبكده أبدأ أطور وأحسن أنا في الأوبريشنز بتاعتي. ده كده رابع كونسبت عندنا في التيكي. خامس حاجة عندي كونسبت اسمه جاست ان تايم. جاست ان تايم طبعا كونسبت مهم جدا في العالم دلوقتي، احنا لو كنا بنتكلم على الانفنتوري او المخزون من الستورز ممكن تكلف بعض الشركات الكبيرة مليونز او بليونز اوف دولار، عشان اقود المشاكل دي ومشاكل المخزون من بعض الاحيان يقدم او بيتلف او كده مش بقدر استعمله تاني، وبلس ان هو بيحسب عليا كوست بير داي لكل البرودكتس الموجودة عندي. كان في طبعا شركات كتير في الاخر بتعاني من المشكلة دي وارتفاع الكوست بتاع الانفنتوري، ان بعض الاحيان ممكن اوريدي الكوست بتاع الستور او الانفنتوري بتاع البرودكت يعدي سيلين برايس، يعني المنتج متخزن عندي بقاله فترة في الستورز بيحسب ديلي كوست عليا، اوردرينج كوست الانفنتوري هولدنج كوست وانشورنس عليه كل الكلام ده الناس اللي شغالة في الستورز. هلاقي ان المنتج لما اتخزن فترة طويلة عندي الكوست بتاعته زادت عن السيلينج برايس اللي انا ممكن ابيعه بيه، زادت عن سعر بيعه، فالكوست ده بيمثل بالنسبة لي لوس،
كان تابعنا مع شركات كتير في الاخر جارت عندها مشكله كبيره زي امازون، ان هي لقت ان بعض البرودكتس عندها بتنزل لوس علينا، ان هي محطوطه في الستور بقى لها فتره والكوست بتاعتها بقت عاليه، فبدات البيزنس نفسه بيتخلص من نيو برودكت مش عارفه اديها فين، بتحمل عليا كوست دي باي دي مش مفيده بالنسبه لي، فالكوست بقت اعلى من السيلينج برايس اتش وكده. دخل الكونفليكت بتاع جاست ان تايم وخلاص، بتكلم مع نوع معين من السبلاير بحيث انقص حوار الانفنتوري، فحطي هيجيلي البلوت سايز اللي انا عايزه بالكميه بالظبط اللي انا محتاجها في الوقت بالظبط اللي انا محتاجه بالكواليتي اللي انا محتاجها، فانا مش محتاج اخزن حاجه عندي في الريسورس فهقبض الايه الكوست العالي. طيب سادس كونسبت عندنا كول تاكوتشي كونسبت، ده بيعتمد على انجينيرنج واكسبيرمنتال ديزاين، ان انا اوصل او احسن او دايما اعمل امبروفمنت للبرودكت او سيرفيس لغايه ما اوصل للبيست ليفل بتاع الكول. اخر حاجه عندنا في الكونسبت او 7th كونسبت هو knowledge of TKM tools. TKM tools دي عباره عن مجموعه من التولز او الادوات اللي بتساعد المانجر او الناس المسؤولين عن الكواليتي ان هم يوصلوا لاعلى كونسبت اوف كواليتي، هم عباره عن 7 تولز. خلي بالنا كده TKM نفسها عباره عن 7 كونسبت، اخر كونسبت فيهم هم TKM tools وده بيتكون من 7 تولز. هنبدأ برضو نناقش التول دي مع بعض كده ايه بريف ونعرف. طب خلينا بقى ندخل شوية نتعمق في كل الكونسيبت اللي احنا قلناه كده، ايه اللي بيحصل فيه. زي ما قلت كده الكونتينيوس امبروفمنت او التحسين المستمر، يعني هنا الكواليتي نيفر اندنج بروسس، محدش يقدر يقول في اي اورجانيزيشن او بزنس انا وصلت تو ذا توب او تو ذا بيست، لا دايما في الاحسن في المختلف، في كل حاجة بتتطور، في بتظهر حاجات جديدة، تكنولوجيا جديدة، حاجات جديدة في الجودة، ما ينفعش بيزنس يقدر يقول أنا وصلت للإيه للطب. يبقى بيكفر البيبل الإكويبمنت الماتيريال البروسيجرز كل ما يخص البيزنس إن وارد فيه عملية إمبروفمنت أو عملية تطوير، يبقى every operation can be improved. وزي ما قلت الكونتينيوس إمبروفمنت بتعتمد على سايكل أو موديل، ده بيعرفني فعلا الحاجات ما بتنتهيش اللي هي PDCA بي ستاند فور بلان، يعني ببدأ أحضر البلان بتاعتي اللي هشتغل عليها. then دي ستاند فور دو، حتى أعمل تيست على البلان دي وأتأكد من صحتها وقابليتها للتنفيذ. and then سي ستاند فور أتشيك، حتى أتشيك على البلان دي working اشتغل كويس ولا لا. and finally إيه ستاند فور أكت، والسايكل دي اللي هي implementing the plan بقى وأبدأ أشوف إيه أنفذ البلان إزاي. السايكل ما بتخلص، بعد ما بخلص لاند وتشيك اكت ببدا تاني من الاول، لان الحوار زي ما قلت كده ايه كونتينيوس او نيفر اندنج بروسس. ده فيما يخص اول كونسبت في التي كي ام او توتال كواليتي مانجمنت. تاني كونسبت اتكلمنا عليه هو السيكس سيجما، وطبعا البيزنس اللي بيطبقه صح قلت تقريبا بيوصل لزيرو ديفكتيف، لان هو معدل الديفكت ريت عنده 3.4 بير مليون اوبورتونيتيز او مليون اوت. فالكونسبت هنا بيعمل ريدوسنج للديفكت ريت والكوست والتايم، بيعمل امبروفنج للكاستمر ساتسفاكشن وامبروفنج للكواليتي بشكل رائع جدا، بتضمن تقريبا انت عندك زيرو ديفكت او معدل المعيب ما يقرب من الصفر. طب قلنا ان السيستم ده ستاتستيك، يعني يعتمد على حاجات ستاتستيكال او احصائيه، ان هو مشي من 1 سيجما لغايه ما وصل ل 6 سيجما. كان طبعا في 1 سيجما كان معدل الديفكت ريت عالي جدا لغايه ما وصلنا لل 3 سيجما، وكان معدل الديفكت ريت بتاعها 2700 per million. and finally وصلنا للايه لل 6 سيجما اللي هو 3.4 defect per million. ده بالنسبه للسكند كونسبت اللي هو 6. ثالث كونسبت زي ما قلت اهميه الامليز بقى، وازاي اديهم authority واديهم باور ان هم يعملوا معايا شيرنج لكل البروبلمز اللي بتقابلها وكل البروبوزال الافكار اللي عندهم. فالتكنيك ده مبني على عمليه الشيرنج بتاع الوركر والامليز كل المشاكل الخاصة بالأوبريشن بالكواليتي، والتكنيك ده مبني على حاجة مهمة جدا بيستعملها الأورجانيزيشن مع كواليتي سيركل. الكواليتي سيركل أنا بقول فينا مجموعة من الإمبليز أو جروب إمبليز هو أر أو هو ميت ريجولاري تو سولف بروبلم، مجموعة من الوركرز من معظم الأريز أو الديبارتمنت اللي عندي بيبدأوا يتقابلوا، يبقى في تريننج طبعا على البلاننج وسولف والبروبلم سولفينج، ويبقى معاهم زي مانجر او فاسيليتيتور يسهل الديسكشن وبرين ستورمينج، ويبقى يعرضوا كل المشاكل اللي بتقابلهم في الاوبريشنز بتاعتهم. عندنا الفورث كونسبت في التي كي ام هو البنش ماركينج، وانا قلت ان ازاي استفيد منه عشان ما ابداش فروم سكراتش واشوف كل السكسيس ستوريز اللي كانت موجوده
في الاورجنايزيشن او في البيزنس او في الاندستري وابدا من البوينتي. وهنا سيلكتنج البيست براكتس يوز از ستاندرد فور بروفيشنز. طبعا هي عامله زي البروسس شويه، بطبق مجموعه من الخطوات او الستبس، ببدا احدد ايه هو اللي انا هعمله بنش ماركينج او الحاجات اللي انا هعملها بنش ماركينج، بروسس برودكت معين، سايكل كامله، استراتيجي، استراتيجيك بلان. هبدا كده اعمل فورم البنش ماركينج تيم. يبقى ريت البيزنس هنا يحدد تيم او مجموعه عمل معينه شغاله على البنش ماركينج. زين هبدا اشوف البارتنر اللي هيساهموا معايا في البنش ماركينج، وات ايفر امبلويز، السبلاير بتوعي، ديستريبيوترز اند سو اون. هبدا اعمل كده كولكتنج انالايزنج للداتا وانفورميشن الخاصه بقى بالبيست براكتس واحسن الليدرز في المجال ده. فاينلي هبدا اخد اكشن عشان ايه بقى احقق تو ماتش، ان انا خلاص هستفيد بكل نجاح بتاعهم وابدا من النقطه دي اور تو اكسيد. زي ما قلت انا مش هضيع وقتي واعمل باستنج لما تايم ان انا ابدا من سكراتش، لكن اشوف الناس دي وصلت لايه وابدا من النقطه اللي بعده. الفيفث كونسبت عندنا في التي كي ام زي ما قلت هو جاست ان تايم. جاست ان تايم بقى كونسبت مهم جدا دلوقتي في العالم كله بالنسبه لمعظم البيزنس والشركات، لان هو بيعمل لي كات داون في الكوست كبيره جدا، ممكن توصل ان انا بوفر مليونز اوف دولارز او باوند حسب العمله اللي بتعمل بيها. بحسن الكواليتي، بعمل ريدوسنج للانفنتوري ليفل اللي هي برضه بتكلفني كوست عاليه جدا، بضمن ان كل الحاجات اللي انا محتاجها هتجيلي بالظبط في الوقت اللي انا محتاجه بالستاندرد بالكواليتي اللي انا محتاجه. نيكست كونسبت عندنا هو التاكوتشي كونسبت، ودي زي ما قلت كده ايه انجينيرنج اند اكسبيرمنتال ديزاين تو امبروف البرودكت والبروسيس ديزاين. فدي حاجات مبنيه على تجارب معينه، حاجات خاصه بالانجينيرنج او الهندسه بتعني ان احسن او اعمل امبروفمنت للديزاين بتاع البرودكت واحسن في المنتجات والخدمات بتاعتي. اكتر تكنيك زي ما قلت هو التي كيو ام تولز. يبقى احنا قلنا كده التي كيو ام فيها 7 كونسبت. اخر كونسبت فيهم اللي هو التولز فيه عباره عن 7 تولز متقسمين لكاتيجوريز معينه. عندي مجموعه من التولز فور جنريتنج ايديز، هما مينلي 3 تولز اللي هو تشيك شيت، سكاتر دايجرام، كوز اند افكت دايجرام. وعندي مجموعه من التولز فور اورجنايزنج داتا، برتب بيها الداتا او البيانات اللي عندي، هو البريتو تشارت والفلو تشارت. وعندي فاينلي الاخر جروب من التولز ده تو ديفاين ذا بروبلم او بيحدد المشاكل زي الهيستوري، الهيستوجرام والستاتستيكال بروسيس كنترول. خلينا سريعا نشوف ازاي بنستخدمهم في الكواليتي اشورنس في الكواليتي كنترول التكنيكس او 7 تولز. حاجه قلت التول فور جنريتنج ايديز زي التشيك شيت زي ما احنا شايفينه قدامنا كده، هو عباره فعلا عن شيت معين بيساعدني ان انا ريكورد الداتا اللي عندي. فور اكزامبل مثلا انا باخد زي ما قلت كده راندوم سامبل عشان اتشيك على الكواليتي من البرودكشن لاينز. فمثلا عندي انواع معينه من الديفكت بتظهر اللي هو مثلا اي وبي وسي، هبدا اخد راندوم سامبل بير اور، يعني اخد مثلا الساعه 9 و10 و11 اند سو اون، وابدا اشوف كده من كل راندوم سامبل مثلا هاخدها اليونتس اللي انا هاخدها فيها بيظهر الديفكت ريت ده بمعدل قد ايه. وابدا اسجل زي ما احنا شايفين كده على التابل بتاعي معدل الظهور او الفريكوانسي بتاع الاوكينس بتاع كل ديفكت ريت. تاني طول عندي هو السكاتر دايجرام. زي ما احنا شايفين كده هو زي الاكس والواي اكسس او الجراف اللي بيقيس ريليشن شيب او علاقه بين تو فاريبلز ديبندنت اند ديبندنت. عايز اشوف مثلا تاثير هنا الابسنتيز او معدل الغياب على معدل الانتاج، هقيس مثلا العلاقه بين البرايس وبين الليفل اوف سيل، فهبدا اشوف اي علاقه عايز اقيسها هي دايركت ولا انتركت او انفرس بين اي تو فاريبلز او اي متغيرين. ممكن استعمل معايا السكاتر دايجرام از تول فور كواليتي. السير تول عندي كوز اند افكت دايجرام او بنسميه الفيش بون، لان احنا لو خدنا بالنا من شكله هو قريب من الفيش بون او شكل السمكه. ده بيساعدنا اعمل ايدنتفاين للايه للبروسس او الكوز اللي بتسبب حاجه معينه. فبيجي عند السكوير الاولاني ده اللي هو فيه افكت او الكوز، بحط ايه problem معينة أو cause معين. for example مثلا declining sales، وابدأ أعمل tracing مثلا ليه المبيعات دي بتقل عندي. فهبدأ أعمل brainstorming على حاجات كتير قوي، ممكن الأسباب تكون إيه، الquality، performance، external factors، internal factors، machines، unqualified employees. وهبدأ أعمل tracing لكل الأفكار دي لغاية ما أوصل إيه فعلا اللي بيأثر على problems. طيب رابع عندي الباريتو تول.
chart. البريكو chart the graph to identify and plot problem. خلي بالنا من حاجة مهمة قوي in descending order. يعني عندي defect rate بتظهر كتير عندي زي اللي انا اشتغلت عليها في scatter diagram. طب عايز اعرف ايه اكتر مشكلة بتظهر frequency بتاعها عشان اركز عليها وابدأ بالحل بتاعها. فالبريتو chart هنا مهم جدا لان هو ايه هيعمل لي مشاكل in descending order من اكتر حاجة بتظهر يعني من الكبير للصغير. فالمانجر او ديسيشن ميكر يبدأ يشوف يركز على ايه الاول فاللي يليه في الاهم. بعد كده او خامس طول عندنا هي البلوت شورت او بنسميها البروسس دايجرام. ليه؟ لان هي الشورت دي بتعمل ديسكرايب لستبس معينة. يعني عندي مثلا بروسس معينة او ستبس معينة ما ينفعش ابدأ في حاجة او ستب معينة من غير ما اخلص ستب قبليها. يعني ما ينفعش مثلا اخلص ابدأ في ستب سي غير لما اكون خلصت A و B. فبستعمل فلوت شارت او بروسيس دايجرام ده عشان احدد ستبس معينه والسيكونس بتاعها او الفلو بتاعها عامل ازاي. عندي بعد كده الهيستوجرام ده بيعمل لي ديستريبيوشن اللي بيوريني الفريكوانسي بتاع الاوكرينس بتاع الفاكتورز. يعني تكرار حدوث فاريبلز معينه زي الحاجات بتاع نورمال ديستريبيوشن. فالفريكوانسي او تكرار حدوث مثلا هياخد زي برضه ما قلنا سامبلز كده بالتايم او بالمينتس وهبدا اشوف الفريكوانسي بتاع حدوث ايه الحاجات دي قد ايه وتكرارها قد ايه. فالهيستوجرام بيوضح لي الموضوع. اخر تكنيك او طول عندنا في ال 7 تولز اوف تي كي ام هي الاستاتيكال بروسيس كنترول. ده جزء فعلا مهم جدا بالنسبه للديسيشن ميكر او المانجر ان هو يحدد لي ليفل الكواليتي. فده تشارت ويز تايم اون ذا هورزونتال اكسس. ان انا ببدا اخد مثلا راندوم سامبل بحط هنا التارجت بتاعي او الستاندرد بتاعي وبدي لنفسي حاجة اسمها الـ acceptable range اللي هو within الـ area دي. من أول حاجة اسمها الـ upper control limit لغاية الـ lower control limit. لو الـ sample بتاعتي اللي أنا باخدها أو العينات اللي أنا باخدها من الـ operation within الـ area دي يعني أنا حطت الـ target أو الـ standard. For example الـ lens بتاع أي product عندي مثلا 15 cm بحط لنفسي upper control limit و lower control limit يعني plus or minus مثلا 1 cm. within الاريا دي انا شغال in control والبروسيس شغاله صح within the standard. طيب لو اي يونت خدتها من الراندوم سامبل دي زادت عن upper control limit او قلت عن lower control limit يبقى في كده significant deviation ومشكله خطيره محتاج ان انا اوقف البروسيس او السايكل واشتغل عليه. طب للشارت اللي قدامنا ده لان هنا في ايه في بوينت اهي حطت ال upper control limit وفي كمان بوينت يعني قلت عن اللور. لو بوينت واحدة في أي بروسس عدت الـ upper أو قلت عن الـ lower يبقى في كده significant deviation أو في error مهم جدا محتاج أعمل له tracing وأشوف الـ source بتاعه إيه وأعدل في الـ operation بحيث إن مفيش أي item عندي تاني من sample تعدي الـ upper والـ lower control. ده كده بالنسبة للـ إيه الـ 7 tools بتوع الـ total quality. طب finally كده عايزين نتكلم عن حاجة برضه مهمة في الـ quality اسمها الـ inspection. إيه الـ inspection ده وإيه دوره؟ كان انسبكشن ان انا بعمل تفتيش او تشيك على كل حاجه. طب امتى اعمله وازاي ده هنتكلم عنه. يبقى انسبكشن ده examining items to see if an item is good or defect. يبقى ببدا اراجع على الايتمز اللي عندي عشان اتاكد الايتم ده good كويس according to standard ولا في اي defect rate او معدل معاه. طب doesn't correct deficiencies in the product. يبقى الديفكت product مش هيعدل deficiencies وهو طبعا عملية expensive بس inspection ده يبدأ ايه يوضح لي ال errors موجودة فين عشان ابدأ اتعامل معي. طب مين تو inspect ده كانس مهم جدا كل حتة. زي ما قلت كده انا هستلم السبلاير قبل ما ادخل الانبوت بتاعتي واشتغل عليها محتاجة اتشيك عليها. ده في بيزنس يعني بتشيك بطريقة اقوى من كده انه بيحط زي inspections عنده عند السبلاير سايت. يعني انا عندي ناس هتراقب وتراجع من عند السبلاير نفسه تبدأ موجودة عند اللوكيشن بتاع السبلاير تتشك ان ممكن السبلاير المورد بتاعي يكون بيصنع ايتمز او بورت او كومبوننت معينة. فانا عندي هنا الناس من الكواليتي هيبدأوا يراجعوا مع السبلاير. يبقى لو كلمنا هنا and where to inspect كل اللي اقدر اعمل inspect عليه اشتغل عليه. يبقى زي ما قلت كده as a supplier location او supplier brand هبدأ اعمل تشك. طيب خلاص انا رجعت من سبلاير لا هرجع كمان وانس ان انا استلمت الايه اتشور فاسيلتي وان انا استلمت الاوردر فروم السبلاير. يبقى انا كده رجعت في الاول عند السبلاير لوكيشن اذا دخلت وانا بستلم الاوردر برضو رجعت. طيب امتى كمان بيفور كوستلي او الريفرسبل بروسس. لو هبدا
اوبريشن سايكل حاجه صعب تتعاد تاني او غاليه او بتاعت اندستري سنسيتيف شويه، هبدا اعمل انسبكت قبل. فور تيورنج ستيب باي ستيب برودكشن بروسيس، زي ما قلت كده في كل مرحله من مراحل الانتاج هعمل انسبكشن وهاخد راندوم سامبل واتشيك واتاكد ان السيستم شغال صح. باي 5 وين برودكشن او سيرفيس از كومبليت، بعد ما اخلص كمان محتاج ان انا ارجع على ايه اللي هي فاكرين لما اتكلمنا على الانترنال فيلير، موارد تكون عدى مني 1 و2 و3 و4 ويظهر ديفكت كريت او يظهر ايرور او ديكيشن او معيب في المرحله دي اللي هي الانترنال فيلير، الاقي خلاص وصلت الاوتبوت بتاعي بس ستيل في ديفكت كريت، فممكن اتعامل معاه قبل ما البرودكت يخرج عن عندي من الفاكتوري ويروح لايد الكاستمر. نمبر 6 بيفور ديليفري تو كاستمر، بص كمان قبل ما اوصل للكاستمر بتاعي هبدا ارجع تاني. بصوا نمبر 7 لغاية امتى بعمل انسبكت وبريكا، is the point of customer contact، وانا خلاص عند اللوكيشن بتاع الكاستمر وهسلمه البرودكت ده او السيرفيس دي هبدأ برضو اريجع عليها تاني. بصوا هعمل انسبكشن من جوه اللوكيشن او البلان بتاع السبلاير لغاية اللوكيشن بتاع الكاستمر، فتيك انا بقول كده هي مركزة على السايكل كلها فهي تساعدني احقق الكواليتي على كل ليفل دي from supplier to customer. كده اهم البوينتس اللي احنا كنا محتاجين نناقشها مع بعض فيما يخص الكواليتي، الكونسيبت بتاعتها، الفور كوست اوف كواليتي، بريفنشن، ابريزل، انترنال اكسترنال فيلير، واتكلمنا على 7 كونسيبت اوف تي كيو ام او 7 تولز اوف تي كيو ام، اند فاينلي الجزء بتاع الانسبكشن اند مين اند وير تو انسبكت. ده كده اخر جزء عندنا كان في الكواليتي. شكرا.